نظم العشرات من أبناء مديرية جبل حبشي وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام منزل الرئيس هادي للمطالبة بالإفراج عن القاضي محمد السروري رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة حجة الذي اختطف الأسبوع الماضي. المزيد في التقرير التالي ويحيى العقول. غضب متزايد جراء استمرار اختطاف القاضي محمد السروري رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة حجة. اليوم هو السادس من إضراب المحاكم والنيابات للتضامن مع السروري، واليوم أيضا يقف العشرات هنا أمام منزل الرئيس هادي للمطالبة بالإفراج عنه، مستنكرين تواطؤ الحكومة في قضية السروري والصمت الرسمي غير المبرر تجاه قضيته. احنا ننفذ الوقفة الاحتجاجية للضغط على الأخ رئيس الجمهورية للتدخل العاجل بتحرير القاضي المختطف القاضي محمد عبد العليم السروري الذي تم اختطافه من قاعة المحكمة الجزائية بمحافظة حجة، وفي ظل تواطؤ فاضح وواضح من قبل قوات الأمن في المحافظة. الإفراج عن القاضي وكشف مصيره والتحقيق مع المتورطين بجريمة الاختطاف ومحاسبة الأجهزة الأمنية المتواطئة بالحدث كانت هي أبرز مطالب المحتجين. أبناء جبل حبشي ومعهم الكثير من منظمات المجتمع المدني وكذلك أيضا من المحامون والقضاة من مختلف المحافظات وقفوا اليوم هنا من أجل أن تستنهض الدولة والحكومة دورها في تحرير القاضي والقبض على الجناح ومحاكمتهم بشكل سريع وعاقل، لأن اليوم عندما يتعرض القاضي للاختطاف فمعنى هذا أنه انتهكنا قدسية القضاء ودخلنا إلى المحكمة وهي لها حرمة ينبغي أن تحترم. توعد المحتجون بالتصعيد والضغط بشتى الوسائل إذ استمرت الحكومة في صمتها وإذ لم تعمل بكل جدية من أجل الإفراج عن القاضي السروري. سنصعد من الاحتجاجات والإجراءات بحيث لم تقم الدولة بإجراءاتها بسرعة تحرير القاضي المختطف من المحكمة، ووسائل التصعيد إن شاء الله أول شيء أن نحن سنقوم بالمثل، هذا أقل شيء، إن لم يفعلوا ويحرروا القاضي سنقوم بالمثل وسيكونون هم المتضررين، لأنه البادع أظلم وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ظاهرة الاختطاف من الأعمال التي تؤرق الأجهزة الأمنية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لكن لم يكن أحد يتوقع أن تتزايد هذه الظاهرة لتصل إلى القضاء نفسه. يحيى العكوري، الساحات، صنعاء.